أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 26 يونيو للعام 2023، وتتابعون في جولة اليوم: قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على مقر الاحتياط المركزي، وجولة السودان تستضيف المقدم شرطة معاش الطيب عثمان يوسف حول مآلات سيطرة قوات الدعم السريع على مقر الاحتياط المركزي. الاحتياط المركزي أهميته الاستراتيجية في أنه يجيد في التأمين الداخلي، وهو المعنى الأول بمسألة الأمن الداخلي في عمليات الأمن الداخلي. وجولة السودان تقف على أوضاع نازحي طويلة بمعسكر السلام 3 بمدينة الفاشر. يعني هنا استقبلنا في المركز ما يقارب 870 أسرة نازح. جولة السودان تتجول في أسواق وحدتي المعالك وسريحة بمحلية الكاملين لمعرفة مدى إقبال المواطنين لشراء خراف الأضاحي والمواد الغذائية الأخرى. لاحظ راديو تلفزيون دبنجة في زيارة الجامبيها لأسواق وحدتي المعالك وسريحة بمحلية الكاملين، لاحظ الراديو الركود الكبير وارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية وأسعار خراف الأضاحي في ظل ضعف كبير لإقبال المواطنين على الشراء. وفي جولتنا أيضا أصحاب مطاحن الغلال بمحليتي نيال الشمال وجنوب يشتكون من ارتفاع أسعار الجازولين. يعني ضغط الجاز أثر معنا شديد، ونتمنى إذا كان الله سهل الأمور دي تهدى، وكل ما الجاز نزل عنها بننزل، كل ما الجاز نزل عنها ممكن نرجع له 200. وفي جولتنا أيضا أوضاع النازحين في معسكرات مدينة الأبيض. 8 مراكز واثنين ديل وفي حيين ديل موجودين مع المجتمع، ما في شكل مركز. طيب. كالعادة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 26 من شهر 6 سنة 2023. الدعم السريع يعلن الاستيلاء على 27 دبابة و75 مدرعة و160 لاند كروزر بعد السيطرة على مقر الاحتياطي بالخرطوم. هيئة محامي دارفور تطالب المنظمات الحقوقية لإطلاق حملة كبرى للملاحقة الجنائية لقائد الدعم السريع قطاع ولاية غرب دارفور كرشوم. هيئة محامي دارفور تعتزم توجيه رسالة للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن انتهاكات الجنينة. الأوضاع في جنينة تزداد سوء، وهيئة محامي دارفور تكشف عن منع المواطنين من الفرار إلى تشاد بواسطة الدعم السريع. الخارجية ترحب بإدانة المفوض السامي لحقوق الإنسان للدعم السريع في غرب دارفور. هدوء في أجزاء واسعة من الخرطوم ودوي انفجارات في الأجزاء الغربية من المدينة. لجان مقاومة العشرة تتهم الدعم السريع باحتجاز أسرة كاملة كرهائن وفرض فدية مالية قدرها 10 ملايين جنيه لإطلاق سراحهم. لجان مقاومة أركويت تتهم الدعم السريع بقتل مواطن بسبب تصديه لنهب وسرقة منزله. لجان بنك السودان تشرع في عمليات شراء لذهب الحكومة وذهب شركات الامتياز وفق الضوابط. احتجاجات عمالية في بورت سودان بسبب عدم صرف مرتبات مايو. اليوني تامس مواد الإقاصة تصل لمفوضية اللاجئين عبر جسر جوي وستسلم للمحتاجين. أنباء عن هجوم من الحركة الشعبية قيادة الحلو على مناطق جنوب الكرموك بإقليم النيل الأزرق. مطالبات لبريطانيا بإجلاء المئات من الأطفال العالقين في السودان. أطفال هولنديون من أصول سودانية ينظمون فعاليات في أمستردام لمساعدة ضحايا الحرب في السودان.
ارتفاع عدد المفقودين بسبب الحرب في الخرطوم إلى أكثر من 450 شخص وتدوين بلاغات جنائية في مدني. لجنة طوارئ كسلة تبحث أزمة المياه والكهرباء في الولاية وتؤكد وفرة الدقيق والوقود والغاز. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا بإعلان الدعم السريع السيطرة على مقر الاحتياط المركزي في الخرطوم، وتأكيد الجيش السوداني في بيان له اليوم بأن قوات الدعم السريع أحكم السيطرة على مقر الاحتياط المركزي. جولة السودان التقت المقدم معاش شرطة الطيب عثمان يوسف حول دلالات ومآلات سيطرة قوات الدعم السريع على مقر الاحتياط المركزي وما هي أهميته. في البداية لا بد من نتحدث عن أهمية الاحتياط المركزي، الأهمية الاستراتيجية للاحتياط المركزي كقوة ضاربة وقوة متوسطة الوصف ما بين القوة العسكرية والقوة المدنية. الاحتياط المركزي أهميته الاستراتيجية في أنه يجيد في التأمين الداخلي، وهو المعنى الأول بمسألة الأمن الداخلي في عمليات الأمن الداخلي، اللي هي ما نقدر نحن نوصف تماما ما هو بيقوم به الدعم السريع من تواجده في المناطق السكنية. ما جبل عليه الاحتياط المركزي التعامل مع مثل هكذا أحداث من قوات، من تفلتات ما بين الأحياء المدنية وسط المدنيين. الاحتياط المركزي وجد أصلا لهكذا عمليات، فمن هنا بتنبع الأهمية الاستراتيجية للاحتياط المركزي، اللي هي وصفناها هي ما بين قوة معنية بالأمن الداخلي وما بين قوة عسكرية، لأنها السلاح اللي بتستخدمه والآليات والعتاد اللي بتستخدمه قوة الاحتياط المركزي ما هو بالعتاد الثقيل بمعنى التسليح العسكري الثقيل، وما بين الخفيف والمتوسط، بالإضافة إلى التكتيك والتدريب على القتال في المدن والشوارع ووسط المدنيين. جانب آخر مهم جدا مرتبط بسيادة المؤسسة دي، اللي هو بعد 15 أبريل بعد بداية الحرب ظل الاحتياط المركزي مكان وجود وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة. حاليا لما حصل الهجوم ده برضه هو مقر مدير عام الشرطة ووزير الداخلية المكلف أخونا الفريق خالد حسان. يعني فيه مظهر من مظاهر السيادة، يعني فيه مظهر من مظاهر السيادة، فبالتالي السيطرة عليه فيها جانب رمزي معني بتدمير سيادة المؤسسة. الموقع نفسه، الموقع الاستراتيجي نفسه، الموقع هو في جنوب الخرطوم، وله عدة أفرع طبعا الاحتياط المركزي، لكن رئاسته موجودة ما بين النهرين، ما بين الأبيض والنيل الأزرق في المداخل الجنوبية للخرطوم. الاحتياط المركزي التعيين اللي تم لمدير عام الشرطة الأخير أخونا الفريق خالد حسان تم بتوقيع وتكليف وتشكيل أمر التعيين من رئيس المجلس السيادة، اللي هو طرف من أطراف الصراع نفسه، فبالتالي يحسب المدير العام على القوات المسلحة، لأنه تكليفه وتشكيل وأمر تعيين المدير العام وزير الداخلية المكلف جاي من البرهان، اللي هو طرف من أطراف النزاع. الحاجة الثانية اللي هي الاحتياط المركزي يعتبر يعني السند الأول للقوات المسلحة كقوة منظمة، كقوة منضبطة، كقوة مدربة تدريب عالي جدا، وزي ما أشرنا في البداية لأنها هي قوة أشبه بقوة عسكرية. فهو احتياط القوات المشاركة اللي حصلت لأول مرة من الاحتياط المركزي في أبريل الماضي السوق العربي لفترة بسيطة، فتم ظهور الاحتياط المركزي ضمن قوة مشتركة ما بين القوات المسلحة والاحتياط المركزي، فبالتالي أصبح هدف مشروع، ويعني أنا بتحفظ على كلمة مشروع بالنسبة للدعم السريع. أصبح الاحتياط المركزي واحد من وحدات القوات المسلحة اللي هي دائما عرضة للهجوم مما بدت الحرب دي، كل الوحدات أصبحت مستهدفة، فتم استهدافه خلال اليومين الماضيين ديل، في العملية تمت خلال 48 ساعة الماضية.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى حاضرة ولاية شمال دارفور الفاشر، والتي استقبلت عدد من نازحين طويلة في عدد من المراكز داخل مدينة الفاشر. جولة السودان استطلعت بعض النازحين بمعسكر السلام 3 بمدينة الفاشر، وأيضا استطلعت الحافظ عبد الرحمن عبد الله متطوع بمركز السلام 3. فلنتابع هذه الاستطلاعات لمعرفة أوضاع النازحين الإنسانية والصحية. الساعة 5 صباحا، ما مرقوا مننا إلا إشي إشي رهب أخوي كنا نتاتو نمر الله والسلام الحمد لله. وصلتوا بكم يوم؟ والله 3 يوم. 3 يوم حتى نوصل. عايد أكو همير ذاته، وباقي بايم همير نشعله ويتدربه. والله يا لال بيش الله كم الله فطشت الله يزيد، والله ولا فطشت ربنا يزيد إنسان الخلق والله يجيب معاشه. ما لاقوكم في شارع؟ لا في شارع ده الوران أقولهم القدامنا ولا أقولهم. أجي يا لال الزول يكلمه بقول لي أجي الزول تكلمه بقول لي أنا ما لا قتلوا لنا من الصبح ده فيه اللي ما الهجوم ده أم ينقر أن كلنا في طويلة. أيه في طويلة. في معسكر طويلة. أيه عشان زول تفهم حاجة بكتب ما يقع. وكلام يقع صح. وبنيتي ماتت. خلا 5 جنة. الوليد آخر فات. والآخر ده أمس سلا كورة فات. إلا كان جبت أخيته دوس خير دي. يا إيالي. أيه أسمع. جبت السخير دي. والله لو الله فتشت الله يفتش الله لو فتشت والله أليش إلا رب العالمين. معنا مواطنة من محلية طويلة برضو بتحكي لنا إنه الناس دي جو من وين وكيف وأشكالهم كيف. الجماعة جوا الساعة 8 صباحا حجم البلد باتجاه الشمال والشرق وجنوب، خزن العربات في الحي داخل المدينة، متجه الدبابات من الشرق متجهين الغرب بضربوا الجيش في الجبل الشرق، والزغيرة مدور في داخل المدينة وقتل جزء من الشباب وقبر جزء من الشباب هاي في الحي. وطلعتوا كيف انتم؟ بعد ده الشمس هو اختفى، الشمس غاب، رقدنا يوم الجمعة، أثبت الصبت الزخيرة مدور فينا، ويوم العهد مدور، يوم الاثنين الصباح ولوا النار في القيم، وكبوا الزخيرة في المدينة، من الغرب اتجوا الشرق، وكبوا الزخيرة، هو المواطنين كل يتحركوا إلى جنوب، جنوب المدينة، آيه، تركزنا في جنوب المدينة في محطات كده، 5 محطات، آيه. الدالي، أمدا، دبنايرة، فارونغا، أرجو، دب هنا أرجو 5 محطات أرجو تلو، هو المراكز أننا سكننا فيه. جينا في دبنايرة وتحركنا شرك في منطقة دالي أنا طويلة أمي بكرائنا على حمير ذات تصدر مننا ما عندنا أي زاملة، حمير شدنا فيه الأطفال الحمير ده قطوه الحبال وصاقولنا الحمير بيك وقره بيز وعدتنا هاجة ما خلونينا شفانا بس شايلين في ظهورنا وتحرقنا من المدينة الطويلة الساعة 1:30 جينا في منطقة بقول له كويم الساعة 8 صباحا يستقبلونا ناس الكويم هنا. الحافظ عبد الرحمن عبد الله أستاذ في مدرسة سلام 3 اللي هو بالوقت مركز لإيواء النازحين مطوي بنفس المركز آجل الشفاء للجرحى رحمة والمغفرة لشهدانا في كل السودان وفي مهلية طويلة بصفة خاصة. أنا هنا استقبلنا في المركز ما يقارب 870 أسرة نازح، وأنا هنا في المركز شغالين بمبادرات من إدارات من جهود شعبية والشباب، لحتى الآن ما في منظمة ما في جهة قدم لنا حاجة، ونحن بنناشد المنظمات والجهات المسؤولة بصورة عاجل
تحسينا في المركز بتقدم أبسط الخدمات اللي يمكن يقدمها جهات المسؤولة. الناس زي شحاتنا قدر المعاناة اللي هم جو بيو بيحكوا لنا التفاصيل وخلوا الأسر ورا. تلقى أسر جاء متفرقة على ثلاثة، الأب جاء براو والأم جاءت برا والأبناء برام، يعني النازل بيطلعوا بصورة مفاجئة. الوضع الصحي عندنا برضو ظهر لنا بعض الأمراض، مثلا من ضمن الأمراض عندنا حساسية ظهر في الشفة، وحتى الآن يعني هنا ما عندنا يعني بصورة شفيفة كده من قلق، يعني هنا ما عندنا حتى بنادول ساكن بنقدمه لزول في المركز. ده جهود يعني الشعبية وشباب، يعني هم مبادرين بالوقت، يعني لو سألتنا ما عندنا ولا قدرة بتاعت إين عشان نقدم لزول بصراحة، يعني احنا ممكن نقايدك نأكلك ونشربك بأبسط حاجات اللي نحن عندنا ممكن نقدمها، لكن في حاجات بصراحة نحن ما وصلنا له، ودي دايرين حاجة من منظمات عشان بتجيب معانا نحن ويجيب مع أهلنا النازحين. ورسالتي للجنة الحكومة والحركات وقوات المشتركة يحسن المحلية الطويلة بصورة عاجلة، لأنه في أسر اتفقدت فضل في طويلة، والناس نحن ما عارفين المفقودين ديل هسه الآن مسيرهم وين. محلية طويلة ناس جو بيحكوا لنا النازحين أنفسهم بيقولوا لنا نحن خلينا أسر ورا وما عارفين مصيرهم شنو. سريع بصورة عاجلة يتم تكوين اللجنة أو القوة المشتركة دي يتم جمع هذه المفقودين و عندنا لجنة من المركز هنا ينقل النازحين من شجرة إلى المركز هنا، لكن هنا اللجنة دي ما قاعدة تصل قرب شجرة، لأنه قرب شجرة مناطق ما آمنة اللجنة ما قادر تصل. والناس اللي بيجوا بيحكوا لنا بيقولوا في أسر قرب شجرة، ما في مناطق، في منطقة كويم، في منطقة معرفة فنقة جوخي، في مناطق كثيرة من قرب شجرة، واللجنة دي ما قاصر تصل. وبصورة آجل يتم تحريك لجنة من قبل الحكومة لإنقاذ ما تبقى من الضحايا طويلة. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ومن ولاية شمال دارفور ننتقل إلى ولاية الجزيرة. وجولة السودان أجرت استطلاع في أسواق وحدتي المعالك وسريحة بمحلية الكاملين لمعرفة مدى إقبال المواطنين لشراء خراف الأضاحي والمواد الغذائية الأخرى ومدى استعداداتهم لعيد الأضحى. المزيد في رسالة مراسلنا من هناك. لاحظ راديو تلفزيون دبنجة في زيارة الجامبيها لأسواق وحدتي المعالق وسريحة بمحلية الكاملين، لاحظ الراديو الركود الكبير وارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية وأسعار خراف الأضاحي في ظل ضعف كبير لإقبال المواطنين على الشراء بسبب عدم صرف المرتبات وضعف إنتاج محصولات العروة الشتوية الماضية لمحاصيل الكبكبي والفول المصري والقمح، وهذه المحاصيل كان بيعتمد عليها المزارعين في شراء متطلباتهم الأساسية. أيضا في النقطة الثانية التي وقف عليها راديو تلفزيون دبنجة، إنه لاحظ عدم إقبال وضعف واضح للمحلات التي تعمل في بيع الملابس النسائية والرجالية والأطفالية. وأيضا لاحظ راديو تلفزيون دبنجة إنه المحلات بتاعة الترزية لم ينطبق عليهم المثل الشعبي زنقة ترزي في يوم الوقفة. غالبية الترزية الذين شاهدناهم ومرينا بعليهم ما كان واضح إنه هم مزنوقين بسبب تكدس الملابس والطلبيات لتجهيز الجلاليب والجلابية البيضة مكوية ولا لبسة العلى الله. أيضا في النقطة الثانية الثالثة هي إنه أسعار الخراف تباينت ما بين 100,000 إلى 150 مع إحجام وضعف على الإقبال والشراء. في النقطة الأخيرة والرابعة في تقريرنا ده، إنه هنالك غياب لتجهيز المنازل وطلائها، طلاء جدرانها بالبوماستيك والجير، وإنه ما في
شراء كبير للأساسات والمفروشات والملايات لهذا العيد والكراسي والترابيز، ده كله ما موجود. من الملاحظة الجديرة بالاهتمام في هذا التقرير إنه نشطت وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الواتساب في تبادل المواطنين النازحين الفارين من جحيم الحرب من العاصمة الخرطوم إلى الولايات، إنهم بيتبادلوا التهاني والتبريكات عبر تطبيقات الواتساب، وبتمنوا لبعض إنه العيد الجاي يلقاهم في أفضل حال، والعيد الجاي بعيد جدا على المواطنين. في الختام تتقدم أسرة راديو تلفزيون الدبنجة، وأتقدم أنا حسين سعد في التقرير ده من محلية الكاملين ولاية الجزيرة، بتهاني والتبريكات لجميع السودانيين بعيد الأضحى المبارك، ونسأل الله أن يعيد علينا بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ بلادنا ويجعلها آمنة. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية جنوب دارفور وحاضرتها نيالة، حيث توقفت بعض مطاحن الغلال في محليتي نيالة شمال ونيالة جنوب نتيجة لانعدام الوقود خاصة الجازولين وارتفاع سعر طحن ملوة العيش في بعض أحياء محلية نيالة حيث بلغ 1000 جنيه. جولة السودان التقت أحد أصحاب المطاحن بحي تكساس في محلية نيالة جنوب للمزيد حول ارتفاع الجازولين وتوقف بعض مطاحن الغلال بمحليتي نيالة شمال وجنوب. يلا أول حاجة معاك رمضان صالح عبد الله من تكساس جنوب محطة الطاهونة. والله يا أخي الحبوب بالنسبة للظرف الحاصل ده بالنسبة للمواطن ما كويس، ولينا عن هنا ذات ضغط المواطن ما دايرنه. قبل اليوم عنينا بناخد مثلا الباقة الجركانة فيها 4 جالون بتقع معاك بمثلا 40 ولا ب35، أسي بقينا لحد حصلت معانا 80,000 جنيه، و80,000 جنيه عملنا الملوى للمواطن ب8، وفي بعض عملوا الملوى ب800 جنيه، في بعض عملوا الملوى ب1000 جنيه. والله يا أخي المواطن مننا وفينا، عنيها ذاته كمواطنين يعني ضغط المعجز أثر معنا شديد، أثر معنا شديد، ونتمنى إذا كان الله سهل الأمور دي تهدى، وكل ما الجاز نزل عنها بننزل، كل ما الجاز نزل عنها ممكن نرجع له 200 إذا الجاز نزل معنا. لا إذا كان الجاز بنفس صورة وماشي 70 و80 احتمال أنا ما عندي مقدرة إيش عم نشتري الجاز، ممكن نقفل الطاهونة بتاع تكساس جنوبتي والجيران برضو هيقفلوا، فيكون في معانا بالنسبة للمواطن، لكن نسأل الله السلامة. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى حاضرة ولاية شمال كردفان الأبيض والتي استقبلت عدد من النازحين بسبب الأحداث بين الجيش وقوات الدعم السريع، وأيضا استقبلت بعض النازحين بسبب المواجهات القبلية في بعض المناطق. جولة السودان التقت أحد المواطنين لمعرفة أوضاع الإنسانية بمعسكرات إيواء النازحين. أول حاجة هم لغاية هسه 520 أسرة، 8 مراكز واثنين ديل وفي حيين ديل موجودين مع المجتمع ما في شكل مركز. طيب اللي تقدمت للناس ديل بعد تم حصرهم وتصنيفهم اشتغلت معهم سيف ذا تشيلدرن باسل بريت هذا الطفولة، وفرت مجموعة من السلال الغذائية اللي بتمسك الناس أكثر من أسبوعين لأي أسرة، غطت 80% وماشي هسه عشان تغطي الباقي. اشتغلت برضه شغل في الجانب الصحي معاها معاها ناس الكويتي ديل يسمون شنو؟ صندوق إعانة المرضى، منظمة يسمى صندوق إعانة المرضى، وفي معاهم جمعية تنظيم الأسرة السودانية. اوكي. ديل اشتغلوا في المجال الصحي، في المجال الغذائي برضه اشتغلوا، الغذائي مواد الإيواء اشتغلوا في أبلاز السودان. أطراف المدينة اشتغلوا الناس IOM منظمة الهجرة الدولية. وديل بيقدموا برضو مواد غذائية ولا بيساعدوا الناس؟ ناس بيقدموا مواد غذائية وناس بيقدموا مواد إيواء وناس بيقدموا مواد صحية. قسمتهم لك على 3 سلفزة كيلدرين اشتغلت مواد غذائية وفلان سودان اشتغلت مواد إيواء ومواد غذائية، وفي سلفزة كيلدرين برضو اشتغلوا مواد شغل صحي ومعهم ناس صحوا.
صندوق دعم المرضى، اخواننا تعالى اخواننا في جمعيه تنظيم الاسره السودانيه. اضافه لذلك في اخواننا في الهلال الاحمر ديل، الهلال الاحمر ومنظمه الهجره الدوليه، ومعاهم ناس المفوضيه ديل شغالين في الرصد لدول ناس الجو، صنفوهم الخدمات اللي تقدمت شنو ديل اللي تتوضعهم يومي بيجي عن الموضوع. وهم اغلبيه الناس ديل جاي من وين يعني؟ كلهم معظمهم من الخرطوم من البركه؟ لا ديل ناس البركه المدينه، اداريه البركه زي 17 غرية. عندنا تاني معسكرات مؤقتة اللي هم ديل الناس اللي قاعدين في غرب المدينة، لما يحصل مش اشتباك كده ولا أي حاجة هم بيرحلوا بيجوا يقعدوا في المدارس، لكن ديل قاعدهم قاعدة مؤقتة بقعدوا يوم يومين الأمن يهدى بيرجعوا. ناس القرصة اللي ذكرتهم ناس البركة ديل يعني الأسباب اللي كان وراء نزوعهم شنو؟ طيب هم الأسباب الفعلية حسب روايتهم هم أن دي مشكلة زي القبلية كده، لانه الجات دي كلها 17 قريه دي اثنيه واحده، لكن المساله بتاعت السيوله الامنيه طبعا هي الفاقمه الوضع يعني، لانه في النهايه ما في امن، ما في حسم، ما في ربط، ما في ضبط للمسائل. البلد حاي مساكت، اي زول حنباتي شايل له سلاح يعني. السيوله الامنيه هي المسبب الرئيسي، ادت الناس الثانيين دي دافع قوي جدا انهم يهاجموا الناس في مواقعهم. الدعم السريع كان طبعا من دي منطقه بتاعت عمليات، فيها الدعم السريع وعمل التغطيه للناس دي. نعم يعني مثلا يعني نقدر نقول انه قوات الدعم السريع مثلا يعني دعمت جهه معينه على حساب اخرين. انا ما بقول كده، انا أوكي. بقول في ناس اخرين خشوا تحت مظله الدعم السريع عشان ينهبوا. بهذا المستمعون الكرام تكاملت موضوعات جولة السودان اليوم، لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.